coming soon الحلقة المنتظرة. مين رح يكون ب coming soon؟ عنا رح يكون في معنا ندى غادي and جوزيف. لا غادي يكون ندى اسمك مناظر بس ما انت منظر حلو ترى حلو طلع عليه تفضلي مناظر تفضلي جوزيف انت اوبا اوبا وغادي هو الشرطي اوبا اوكي كومينج سون اركب الحنطور مع ندى ابو فرحات بدور مناظر جوزيف عزوري بدور اوبا وغادي بدور الشرطي ليلى جنون بيقدم أوبا. اركب الحنطور حنطور مناظر نعم بنت معقده نفسيا وما انفصام بالشخصيه بتكون عم بتسوق سيارتها وعم بتغير موجات على الراديو هي وعم بتغني كاميرا الكاميرا لقدام عم بتسوق وعم بتغني اغاني عم بتغني اغاني بالعربي يا حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني عم بتغني بالفرنساوي quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. It's the first day of the rest of my life. The first day of the rest of my life. Madina mina. هلا اسمعيني ندى انت وعم بتسوقي هي وعم بتسوق مناظر عم بتسوق بتصير تصرخ على الناس وتخنقهم انت شكيزو سيح ولا لك زيها من الطريق ولا فجأة بتضرب بسيارة قدامها انت قدامها وبينزل اوبا مين بينزل بينزل اوبا معصب وعم بعيط معقول ومره عم تسوق ماشي قدامك مدام وعي مدام شو يا شو صار لك يا مدام عم اعمل لي اللي ضربتني انت اللي ضربتني انت على قدامي انت قدامي انا كنت ماشي عم بجري عم بمشي على الشارت الخضراء انت قطعت بشارة الحمراء كثير عندك مشاكل مدام اوبا كمان معقد نفسيا وبذات الوقت كثير محشور وبده يفوت على الحمام وبصير عم بيخانق هو ومحشور مدام شو في؟ الطريقة اللي فتت لوين؟ ليش انت عم بتحكي؟ شفتي؟ بتصير مناظر مناظر نسكيزو بتصير تخانقه وتغير نفسية مع كل جملة جديدة ايه؟ لحظة شوي حياتي شو بيك عم تعمل هيك؟ شو بيك عم تعمل هيك؟ شو بيك عم تعمل هيك؟ وهو بيصير يرد عليها برواق بس بيصرخ بآخر كلمة شو ما معقولة انت سبقتيني بالسيارة ما معقول الطريقة اللي ضربتيني بيعملوا أنا بتخانقوا بنفسية طفلة صغيرة أول شيء أنا بيبي أنا ضربتك لا أنا بيبي بتخانقوا بنفسية ساحرة شريرة أنت ضربتني رد عليها في روح مش قادر بقى بتخانقوا بنفسية امرأة مثيرة شو؟ كل يوم اضربيني انا مقهورة كل يوم اضربيني انا مقهورة وشجينة بتخانقوا بنفسية مراهقة اوكي انا كان بدي اقطع قبلك اوكي بس انت قطعت قبلي اوكي اوكي ما بدي ما بتخليني احكي ما بتخليني اعبر عن رايي اوكي بتخانقوا بنفسية رجال سكران وأزعر شو يا حبيبي وين حاطط ايديك وين؟ يا بوش يا بوش هالجينز أنا يا بوش فظيعة
وبصيروا يتخانقوا بحركات إيطالية مثل فيلم صيني مدبلج للسوري. يعني كونفو سوري. دي ما فيش بيك بوكس يا مو. انت بتمد ايدك علي يا بابا. يا عدمني ياكي روح فيكي مو ابعد ان شاء الله. بدي اكل بابا. فجأة تاكلي. تاكلي كوكيز. كوكيز يعني كوكيز. فجأة بيوصل شرطي. بيوصل الشرطي شخص كتير جبان وبيخاف من خياله. ولا انت. وكل شي بده يحكي. وكل شي بده يحكي بيغني. وقفت اقول لك. وقف يا حبيبي. وبيوصل بيوصل هو عم يرقص دبكه. وقف يا ابو هو والتندل يا ابو الزناره. وقف 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 وقف. وبيصير يسال عن تفاصيل الحادث. شو صار معك انت يا ابني؟ هي اللي فاتت فيي من ورا وضربتني. عيب عليك عيب عليك. هو اللي فات فيي. مناظر وقبة بيعدوا له كل شيء صار بس بالمقلوب. مسلوة بالمقلوب. حاجة المقلوب. اعملها دوان. بيرجعوا بيمثلوا المشهد كأنه عم نرجع الفيلم لورا صورة وصورة. ايه من البوكس. شيلي شيلي عني. ايه بهالوقت الشرطة عم بيصورهم بكاميرا التليفون. بس يخلصوا بيمسك ايديهم وبصيروا يدبكوا هن وعم بيغنوا جانجنام ستايل. اوبا جانجنام ستايل. اوب 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 اوب. اوبا جانجنام ستايل. سكسي ليدي. اوب اوب اوب. اوبا جانجنام ستايل. سكسي ليدي. اوب اوب اوب. على مين رح يحط الشرطة الحق بالحادث؟ هل رح يقدر حكيم مناظر يعالجها من انفصام الشخصية؟ شوف رح يقدر ولا لا؟ وهل رح يقدر أوبا يفوت على الحمام قبل ما يعمل تحته؟ الليلة جنون. اركب الحنطور. باب كبير للغدي لندى ولا جوزيف. اركب الحنطور. مزيح ولا مزيح من الطريق ولا با با. اغرب حادث سيارة معقول تشوفوه. انت ضربتني. وبتدور احداثه بين مناظر بنت مع انفصام بالشخصية. لحظة شوي حياتي. شو بيك عم تعمل هيك؟ شو بيك عم تعمل هيك؟ جاوبني جاوبني. واوبا يلي كمان بيعاني من مشاكل نفسية كتيرة. مدام شو في؟ الطريقة اللي فتة 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 لوين؟ ليش انت عامل بحالك؟ بيوصل الشرطي حتى يجرب يحل المشكلة. وقفت اقول لك وقف يا حبيبي. بس الهيئة القصة أكبر منه بكتير. شو صار بالمشكل وكيف رح ينحل؟ اوبا جانجنام ستايل. اوب 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 اوب. اوبا جانجنام ستايل. اركب الحنطور coming soon. مين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